استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، يرافقه رؤساء مجالس إدارات خطوط الطيران العربية، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العامة 52 للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي تستضيفه البلاد. حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ اعتماد الخالد الأحمد الصباح.